اليوم هو يأتي تزامنا مع الاحتفال العالمي وتخليد للأمم الأممية، الأيام الأممية لنبذ العنف ضد النساء والفتيات. هذا اليوم هو تتويج لواحد المسار، مسار يعني الإبداعات نتاع الشابات اللي قام بهم المركز الدولي للدبلوماسية بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. الهدف الأول من هذا من هذا المسار كان إعطاء الصوت للفتاة الشابة في تغيير التغيير التشريعي المغرب، يعني سواء تعلق الامر بمدونه الاسره او بالقانون الجنائي. كانت هناك مشاورات، كان هناك ندوات فكريه، وكان هناك ايضا ندوات على المستوى الدولي. والان عندنا تتويج لابداعات هاد الشباب والشابات لاعطاء صوت لهم عبر الفن وعبر اللوحه لتغيير مجموعه من مضامين مدونه الاسره، بما في ذلك تزويج الطفلات، وايضا اشكالات المتعلقه بالحضانه بالنسب او البنوه، وكذلك ما يتعلق بالولاية الشرعية على سبيل المثال أو الحصر. هذه التظاهرة أيضا تزامنت ومحطة عالمية مهمة جدا، وهي تخليد 75 سنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعطاء يعني صوت للالتزامات العالمية في سبيل إعمال 30 بند لهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.